أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان أينما كنتم تتابعون هذه الانطلاقات الصباحية من هنا من ميدان السوان وعبر كل المواقع التي تنقل لكم هذه السباقات وهذه الرياضة العربية الأصيلة، حييكم من جديد ونرحب بحضراتكم مع انطلاقة جديدة وشوط جديد يتحرك شوطنا الثامن المخصص لفئات الأبكار الثنايا المهجنات لهجن أبناء القبائل القادمين من شتى الميادين للمشاركة في ميدان السوان. نتابع معكم مشاهدين الأعزاء هذا الشوط وهذه الانطلاقة الرائعة. نبدأ بالتعرف ونقل النتيجة للمراكز الأولى لمسامعكم وحضراتكم. نتابع المركز الأول الغزيل، بالمركز الأول تتقدم لبطي بن سالم بن مطر بن خاتم الشامسي من يقدم لنا الغزيل على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادمة متعبة تقدم هذا الأداء الجميل في ثاني المراكز، عبد الله بن علي بن حميد الشامسي من يقدم لنا متعبة على المركز الثاني، بينما ناخذ اللي في المركز الثالث أرى الوصول من الوارية عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد من يقدم لنا الوارية على ثالث المراكز، بينما نقلتنا إلى المركز الرابع وحيث الوصول من آرام عتيج بن سالم بن عبيد بالعرطي الحميري من يقدم لنا انطلاقة آرام على المركز الرابع المركز الخامس. خامس المراكز مشاهدين الكرام، تتقدم هنا أرصاد عبد الله بن عبيد بن صليج الكتبي من يقدم لنا أرصاد على المركز الخامس، وسادسا حربة لعلي بن مطر بن علي بن واس الكتبي من يقدم لنا حربة على المركز السادس، بينما نتابع أيضا ونراقب الوصول في المركز السابع وصلت متعبة لعيد بن صغير بن قنون بن إرادة الكتبي من يقدم لنا متعبة على المركز السابع حاضرة بهذا الأداء الجميل، وثامنا مشاهدين الكرام الوصول الجميل مع شعار بو محمد مع انتصار خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يقدم لنا انتصار على المركز الثامن، وتاسعا تتقدم جواهر لسعيد بن خليفة بن عابد المهيري، وعاشر المراكز شواهيل محمد بن سعيد بن محمد بن هزيم المسافري. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نداؤنا الأول، ومن خلال هذه الجولة الأولى تعرفنا على الأسماء المشاركة لدينا في هذا الشوط. لنعود مرة أخرى من حيث بدينا لنتابع من جديد أحداث هذا الشوط، تحديات هذا الشوط، لا زالت المنافسة مستمرة والتحديات مستمرة، وأرى الآن اللي خبت المركز الأول
الأول وغيرت المسار. لا هنا الغزيل، الغزيل خذت المركز الأول وانطلقت مع الفوز. بطيء بن سالم بن مطر بن خاتم الشامسي يقدم لنا الغزيل على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تليها في المركز الثاني متعبة عبد الله بن علي بن حميد الشامسي من يقدم متعبة على ثاني المراكز، تحضر على ثاني تحديات تتواجد في مركز الوصافة. بينما المركز الثالث ثالثا هنا الوارية، الوارية والوارية تتوارى على الأنبار تقدم هذا الأداء الرائع والجميل. يا سلام يا الوارية، عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد من يقدم لنا الوارية على ثالث المراكز. نشوف المركز الرابع حيث الوصول الجميل الآن من آرام، عتيج بن سالم بن عبيد بالعرطي من يقدم لنا آرام على المركز الرابع. بينما أرصاد تحتل المركز الخامس، عبد الله بن عبيد بن صليج الكتبي يقدم لنا أرصاد على المركز الخامس. ما شاء الله خماسية جميلة في بداية الشوط. ناخذ اللي في المركز السادس، وصلت في هذه اللحظات حربة، حربة يا حربة، علي بن مطر بن علي بن واسل الكتبي يقدم لنا حربة على المركز السادس. ونتابع المركز السابع والشعارات الواصلة والقادمة في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، المركز السابع، المركز السابع جواهر، يا جواهر يا جواهر، سعيد بن خليفة بن عاضد المهيري. بينما المركز الثامن من الجانب الأيمن هيبة لسيف بن علي بن عزيز الشريفي، وأول ندى الهيبة تتقدم على المركز الثامن. بينما المركز التاسع شواهيل محمد بن سعيد بن هزيم المسافري، والمركز العاشر تتقدم اشتعال لمايد بن عجلان بن محمد المنصوري، قدم لنا اشتعال. واللي انضمت الآن، اللي انضمت الآن أيضا وانضمت إلى المسار وإلى الأسماء، هذه شوق عبد الله بن حمد بن عمران، وهناك أيضا متعبة لعبيد العيد بن صغير بن قنون بن يراد الكتبي يقدم لنا متعبة على أيضا هناك في هذا الشوط الجميل. يا سلام، هذه النتيجة، هذه النتيجة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الشعارات وهذه الأسماء المتميزة. لنا عودة إلى المقدمة، نرجع إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الغزيل، إلى الغزيل. الغزيل تتغزل بناموس هذا الشوط، تتغزل بالمركز الأول والناموس أيضا هنا مع الغزيل. حتى هذه اللحظة تسيطر على الصدارة بطي بن سالم بن مطر بن خاتم الشامسي من يقدم لنا الغزيل 1500 متر ما تبقى عن خط النهاية. المركز الثاني متعبة، متعبة يا متعبة، عبد الله بن علي بن حميد الشامسي من يقدم لنا متعبة هنا مع المركز الثاني. تابع يا ابو احمد، تابع علي بن حميد الرزي الشامسي من يقدم لنا متعبة على المركز الثاني. يلا يا ابو احمد، اهالي الخوانيج، اهالي الخوانيج يطالبونك بالسلام، اهالي ميدان الطي. المركز الثالث ارصاد، عبد الله بن عبيد بن صليج الاكتبي قادم مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع شعار بالعرطي قادم مع رام عتيج بن سالم بن عبيد بالعرطي، واللي وصلت الان حربه علي بن مطر بن علي بن واسل الاكتبي. الخمس المراكز الاولى اللي انطلقت وباعدت عن بقيه الاسماء، لنا عوده الى الصداره، لنا عوده الى المقدمة، لنا عودة إلى التحديات. ولا زالت الغزيل، لا زالت الغزيل على المركز الأول. الغزيل تبغي الثيل، الغزيل تبغي الثيل، الله الله يا الغزيل. بطي بن سالم بن مطر بن خاتم الشامسي من يقدم الغزيل على المركز الأول، ولكن أرصاد، أرصاد ترفع راية التهديد في الأمتار الأخيرة. عبد الله بن عبيد بن صليج الكتبي يقدم لنا أرصاد، أرصاد والغزيل، الغزيل وأرصاد، تحدي ثنائي مميز، منافسة قوية بين الغزيل وبين أرصاد، لمن الناموس، لمن الانتصار. ولكن الغزيل ما طاعة تسلم، ما طاعة تسلم، ما ترضى إلا بالمركز الأول، دائما في الركض محترة، ما داني المركز الثاني. يا سلام يا الغزيل، قامت راس وانهت الشوط راس، تقوم طفر وتنهي طفر، تقوم راس وتنتهي راس،
كنها على لاضي ملاله من البقايا تاخذ الامر تصوير وتعليق وعباله وتيم تكسره كسر وتحير الشاعر مقاله سلوم يا الغزي السلام بطيب سالم بن مطر الشامسي نهنيك على الفوز المركز الثاني ارصاد عبد الله بن عبيد بن صليج الكتبي اتى مع المركز الثاني بينما من حصلت على المركز الثالث شعار بالعرطي رام عتيج بن سالم بالعرطي الحميري المركز الرابع جواهر سعيد بن خليفه بن عوض المهيري بينما خامسا وصلت حربه لعلي بن مطر بن علي بن واس الكتبي هكذا كانت النتيجه متعبه هي من الغزيل هي من حققت الفوز بكل جداره في هذا الشوط بطي بن سالم بن مطر بن خاتم الشامسي